عليكم. عمو يزيد معكم من الموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري بهذه الحلقة الجديدة الجميلة، باش نعلن رسميا عن مفاجأة للجمهور الجزائري ولمتابعي التلفزيون العمومي. نقول لهم باللي حصة مع عمو يزيد اللي يحبوها كامل الأطفال، هذه الحصة المحبوبة راح ترجع للتلفزيون العمومي ابتداء من الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. إذا تابعوا حصة مع عمو يزيد وحتى حفلات عمو يزيد عبر الوطن، وين لمت كامل الأطفال مع الأولياء تاعهم بالكامل، راح نتابعهم حصريا على قنوات التلفزيون الجزائري. وإن شاء الله يا ربي نكون دائما دائما عند حسن ظنكم، انتظرونا على قنوات التلفزيون الوطني.